تحف ومنسوجات وصناعات يدوية مختلفة بأشكال فنية يغلب عليها طابع البساطة والتواضع، طابع يعكس حال صانعاتها أكثر من أي شيء آخر. فالمعروضات ليست لهواة ولا فنانات ولا صاحبات مشاغل يدوية، بل نسوة دفعت بهن الحاجة الاقتصادية والحالة الاجتماعية للعمل، واجتمعت عدة عوامل في إنتاج هذا المعرض في مدينة بعشيقة شمال الموصل، وبدعم من منظمات مدنية تسعى إلى تمكين المرأة. فإحنا يمكن هنا نعطينا المجال أكثر للنساء اللي قاعدين بالبيت تماما، الغير موظفات، إنه حتى المسألة وما بها أنه هي تعلمت مهنة، تعلمت حرفة، من خلال هاي المهنة والحرفة انبنت ثقتها بنفسها. في بعشيقة ومناطق سهل نينوى ذات التركيبة المجتمعية متعددة الطوائف والقوميات التي تعد الأكثر تعقيدا في العراق، تؤشر المنظمات المختصة إلى ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، إذ تصل نسبة النساء المعنفات جسديا إلى 36%، فيما تعزو الأسباب إلى التخلف الثقافي للرجل وليس أقل منه المرأة في مجتمع يعد ذكوريا بامتياز. احنا مهرجاننا خلال يعني هو محصور بين ثلاث سناتر، سنتر بعشيقة وسنتر برطلة وسنتر قرقوش، وكل سنتر فتح دورة من حياكة وأعمال يدوية لمدة شهر واحد، وكل واحد حسب عدد اللي اجوا ويله. هسه احنا كبرطلة تقريبا اجانا 32 امرأة اشتغلوا بهذا المعرض مالتنا وبعدة اشياء. احنا علمناهم هم ما كانوا يعرفون، اكو نسوان يعني اجتنا السنارة ما تقدر يعني ما تعرف يعني تلزمها، فاحنا علمناها شلون تحوك هاي الشغلات، وبعدين اجتنا فكره انه الشغلات اللي تطلع من هاي الدورات اللي نسويها تدريبيه اللي يتعلمون عليها راح يحوكون ويسوون هاي الشغلات واحنا نبيعها، والريع مالتها يعني الفلوس لهم. مشاريع متواضعه مقارنه بحجم المشكله الاقتصاديه والاجتماعيه التي تواجه المراه العراقيه. وطموح القائمين على هذه المشاريع لا يتعدى محاولة سد أوقات الفراغ والتقليل من الضغوطات النفسية. صهيب الفهداوي، الغد، بعشيقة، شمال الموصل.